لماذا يتحول المهندسون إلى إرهابيون؟ لماذا ينجذب ذوي المؤهلات العليا للتطرف؟ هل هناك علاقة بين التعليم والإرهاب؟ هل تساهم التكنولوجيا في مواجهة التطرف؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من تاك توك. تفتكر إزاي ممكن شاب متعلم يتحول إلى إرهابي؟ يا ترى في علاقة بين التعليم والإرهاب؟ وهل فعلا أغلب الإرهابيين من المهندسين؟ يا ترى في طرق لتغيير الأفكار والتعامل مع الإرهاب بالتكنولوجيا؟ خليكم معنا بعد الفاصل. الشاب المصري المنضم لداعش ينفي شائعة مقتله. زومبستان، رواية رعب جديدة تحكي قصة طالبان. مسؤول في CIA، التعذيب كان لانتزاع اعترافات لتورط العراق مع القاعدة. داعش تحاول تجنيد النساء حول العالم. داعش تستقطب الأطباء العرب من إسرائيل. أهلا بكم. في حلقتنا اللي فاتت عرفنا أن الإرهاب اتغير وما بقاش نفس الإرهاب التقليدي بتاع الثمانينات والتسعينات، لكن بقى متطور وبيستخدم تكنولوجيا العصر علشان يوصل لك في أي مكان. لكن في أسئلة كتير محتاجة إجابات، وللأسف لحد دلوقتي الإجابات كلها لسه محتاجة بحث كتير، لكن هنحاول على قد ما نقدر نفهم بعض الظواهر اللي لها علاقة بالإرهاب يمكن تساعد في التعامل مع المشكلة. السؤال الأهم هو ليه ناس كتير بتتحول لإرهابيين بسهولة، بالذات من طلبة الجامعات، بالذات كمان من حملة الشهادات العليا، بالذات كمان من طلبة الهندسة والطب. وقبل ما تفكر إن الكلام اللي بقوله لك ده خزعبلات، خلينا أديلك أمثلة ونفكر مع بعض. من بداية حقبة الإرهاب في مصر وفترة السبعينات تحديداً، ظهر قيادات لجماعات متطرفة زي التكفير والهجرة اللي أسسها شكري مصطفى سنة 69. الراجل ده كان مهندس زراعي بالمناسبة، وكان عضو سابق في جماعة الإخوان المسلمين. خد عندك كمان تنظيم الفنية العسكرية اللي أسسه الأردني من أصل فلسطيني صالح سارية، واللي كان معاه دكتوراه في التربية، ده غير أعضاء التنظيم اللي كان أغلبهم طب وهندسة. عندك كمان محمد عبد السلام فرج، مؤسس تنظيم الجهاد وصاحب السطور الأولى في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات. ومحمد عبد السلام فرج ده كان مهندس خريج جامعة القاهرة ومؤلف كتاب الفريضة الغائبة، يقصد الجهاد يعني. عندك كمان الجماعة الإسلامية واللي نشأت في التسعينات في الجامعات المصرية، يعني أغلبهم تعليم عالي، وكان منهم أيمن الظواهري وهو طبيب بشري زي ما أنت عارف، وطبعاً كمان خليفة بن لادن. للأسف لو دورت في تاريخ الجامعات الإسلامية وعلى رأسها الإخوان المسلمين، هتلاقي الغالبية متعلمين تعليم عالي ودراسات عليا كمان. خد عندك كمان أبو مصعب السوري، وده مهندس ميكانيكا أساساً، واحد من المنظرين الكبار في الجهاد الفردي ومستقبل السلفية الجهادية، ومؤلف كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية، والكتاب حوالي 1600 صفحة. السوري أساساً كان برضو عضو في جماعة الإخوان المسلمين في سوريا ومتأثر بأفكار سيد قطب. أبو مصعب السوري بالمناسبة شخصية فارقة في الفكر الجهادي، لأنه واحد من المنظرين لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في نشر الأفكار الجهادية واستقطاب الجهاديين، وكمان تنبأ بانهيار تنظيم القاعدة وظهور الجيل الثالث من الجهاديين اللي مش هيكون محتاج قيادة علشان يشتغل. ويمكن زي ما انت شايف أبلغ مثال على كلامه داعش. الناس اللي ليها مرجعية تعليمية متخصصة زي الهندسة ومنخرطين في الإرهاب موجودين في كل حتة، حتى في آسيا وأوروبا. عندك إيران مثلا والجماعات التابعة ليها زي حزب الله، عندهم عدد كبير جدا من المهندسين في صفوفهم، وليهم دور مهم في الجهاد والبنية التحتية للاتصالات والعمليات الإرهابية. كل العلاقات دي خلت باحثين كتير يفكروا هو في علاقة فعلا بين الناس اللي بتدرس في الكليات العملية زي الهندسة والطب والفكر المتطرف والإرهاب. يا ترى الموضوع ليه علاقة بالدراسة وطريقة التعليم ولا البيئة الاجتماعية ولا تطلعاتهم لوظائف معينة ما بيوفرهاش مجتمعهم ولا كل دول مع بعض؟ ده مثلا بحث معمول من باحثين في جامعة أكسفورد بيثبتوا فيه ان عدد المهندسين المنخرطين في الجامعات الإرهابية كبير، حوالي 44% من الشريحة اللي هم عملوها، وعدد الناس اللي متعلمة تعليم عالي في عينة البحث ومنهم كليات قمة زي الطب مثلا والهندسة حوالي 56%. لو بصينا كمان على الإحصائيات اللي في البحث، هنلاقي تخصصات الهندسة الغالبة هي الكمبيوتر والإلكترونيات والميكانيكا، ولا عجب إن الإرهابيين متطورين في استخدام التكنولوجيا. طبعا كلام الباحثين مش معناه إن المهندسين إرهابيين ولا حتى الدكاترة. البحث بيحاول يلاقي علاقة بين المنخرطين فعليا بين الجامعات المتطرفة، حتى لو ما مارسش العنف، ودرجة التعليم ونوعه، واللي كانوا أغلبهم مهندسين للأسف. ويمكن ده بيفكرني بسيطرة جماعة الإخوان على نقابة المهندسين لفترة كبيرة فضلت فيها النقابة تحت الحراسة، والناس عارفة بقية القصة. الباحثين بيقولوا كمان ان في علاقه بين دراسه الهندسه تحديدا والانضمام للجامعات المتطرفه، ممكن تكون بسبب وضعهم الاجتماعي او حتى قدراتهم على صناعه الادوات اللي محتاجها الجامعات المتطرفه زي المتفجرات وحتى الاتصالات، وممكن كمان يكون بسبب اسلوب الدراسه، وان دايما المهندسين بيميلوا للاجابات الشارب الواضحه والصريحه والنتيجه المعروفه مسبقا،
طبعا أنا بتكلم على المهندس التقليدي اللي بيتخرج من التعليم التقليدي، مش المهندس العالم اللي أساسا تفكيره معتمد على العلم. في فرق كبير جدا بين الهندسة التطبيقية والعلم، لأن المهندس مش بالضرورة يكون فاهم النظريات العلمية ورا اللي بينفذه. وهنا لازم نقول ونأكد إن الباحثين بيقولوا إن الموضوع مش واقف على التطرف الديني. الباحثين بيقولوا إن أي تطرف يميني بالذات ممكن بسهولة يجذب المهندسين، وفي أمثلة كتير زي المهندسين الإيطاليين اللي انضموا للفاشية تحت قيادة موسوليني، وحتى النازية جذبت برضو مهندسين كتير وعلى رأسهم فريتز تود مهندس الرايخ الثالث. ويمكن دي من المفاقات العجيبة اللي كان فيها تطور تكنولوجي متسارع بقيادة المهندسين لدعم فكرة رجعية أو أيديولوجية متطرفة. مرة تانية علشان الناس ما تزعلش مني، أنا ما بتهمش المهندسين بالإرهاب، أنا مهندس أساسا زيكم، بس أنا بحاول نفهم مع بعض الظاهرة دي علشان نعرف الخلل جاي منين. بعد الفاصل هنعرف أسباب تانية ممكن تخلي أي حد ينضم بسهولة لفكرة متطرفة، وهل في حلول علشان نعرف نحجم الظاهرة دي؟ استنونا بعد الفاصل. أهلا بيكم. أنا مؤمن بأن التعليم سلاح ذو حدين زي التكنولوجيا بالظبط، يعني ممكن نستخدمه علشان نغير الفكر المتطرف، وممكن في نفس الوقت يستغل لزيادة الفكر المتطرف. ويمكن ده يخليني استحضر المدارس اللي ساهمت في تأسيسها ونشرها الولايات المتحدة في أفغانستان، واللي كانت معتمدة على تدريس الفكر التكفيري والتدريب على القتال، وده خلق جيل جديد من الإرهابيين فرخوا لنا مجموعات تانية أكتر تشددا منهم بعد انهيار طالبان. التعليم المنفتح اللي معتمد على التفكير النقدي والإبداع هو سلاح فعال لمحاربة الأفكار دي، مش التعليم بتاعه هو كده وخلاص أو تعلم واحفظ وينجح وبعدين انسى. لكن يا ترى في أسباب تانية غير التعليم ممكن تخلي حد يسيب أهله وناس وبلده زي الناس اللي بتنضم لداعش كل يوم؟ طبعا في البحث عن الذات والناس اللي بتدور على هوية مش لاقيها في المجتمع أو حتى في الأسرة، وفي دراسات كتير بتأكد السبب ده، وبالذات الشباب الصغير اللي بيدور في دماغه على فكرة أنا مين ومش لاقي نفسي. كمان أي حد تعرض لتجربة قاسية في شبابه على وجه الخصوص معرض للتأثير بالانضمام للجماعات الإرهابية، والإرهابيين نفسهم فاهمين ده كويس. عندك واحد زي ريتشارد رايت، ده معروف بأنه الإرهابي اللي حاول يفجر طيارة بالحذاء، كان لابس حذاء ناسف مش حزام ناسف، بس الحذاء ما انفجرش واتقبض عليه. ده كان عنده مشاكل كتير جدا من صغره، واتحبس اكتر من مره واعتنق الاسلام في السجن، وبعدين سافر باكستان وافغانستان وانضم لتنظيم القاعده. في افكار تانية بيستغلها الارهابيين زي غياب العداله والعداء للغرب، ودي بتستقطب ناس كتير من اللي عندهم افكار لتحقيق العداله في المجتمع او تصحيح حاجه هم شايفينها غلط من وجهه نظرهم. في ناس تانية بقى غاويه اثاره، ودول بيشوفوا الانضمام للجماعات المتطرفه فرصه يشوفوا الاثاره بجد، على الرغم من انهم نسبه مش كبيرة لكن موجودين. لو افتكرت الفيديو اللي عملته داعش للعبة جي تي اي، كان تحديدا بيستقطب الناس اللي من النوع ده. في بقى سبب اخير وهو المهم بالنسبة لنا، وهو اللي بيتعاطف مع جماعة معينة او فئة بعينها وبيدور على الافكار المتطرفة او الراديكالية عن طريق الانترنت، ودي امثلتها كتير جدا سواء كانوا في مصر او في بلاد تانية، زي الشاب مثلا اسلام يكن اللي انضم لداعش وعمل ضجة في مصر، ولو دورت في حياته هتلاقي اي سبب من الاسباب اللي اتكلمنا عليها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الفيديو النهاردة مش في البيت ولا في الجيم، الفيديو النهاردة في مكان قال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرة الله من أرضه. والفيديو النهاردة في الشام، وفي بالتحديد من سوريا زي ما انتم شايفين كل اللي حوالين الواحد غابة. والفيديو برضو تمارين، بس تمارين بطريقة مختلفة، بما ان هنا ولا في مثلا في المنطقة اللي احنا فيها ما فيش جيم ولا في حديد ولا كده، فهو كل اللي موجود هنا أشجار وحجارة تقريبا، فالواحد لازم يستغل الحاجات الموجودة حواليه عشان يتمرن، يعني الواحد مش هيقدر يعمل اي حاجة تانية. الانترنت اسهل واسرع وسيلة تخلي اي حد يتحول لارهابي بسهولة لو عنده اي مشكلة من المشاكل اللي اتكلمنا فيها زي التعليم وطريقة التفكير والمشاكل النفسية، وده يخلي الدولة لازم تفكر ازاي تواجه الفكر المتطرف ودعاية الجماعات المتطرفة على الانترنت. عندك مثلا الشباب اللي فجروا الماراثون في بوسطن في الولايات المتحدة في 2013 عن طريق قنبلة معمولة بحل الضغط، زي ما كشفت تحقيقات المباحث الفيدرالية. المفاجأة ان قنابل حلة الضغط دي اساسا موصوفة بالتفصيل في عدد من أعداد مجلة إنسباير الإرهابية سنة 2010. المجلة شرحت بالتفصيل في باب اسمه Open Source جهاد، يعني الجهاد مفتوح المصدر. شرحوا طريقة عمل قنبلة في المطبخ بتاع مامتك، يعني بأقل الإمكانيات، وكان من ضمن الأدوات حلة الضغط. خليك فاكر إن قلت لك في الحلقة اللي فاتت وحذرت من موضوع الصراعات مفتوحة المصدر والإرهاب مفتوح المصدر بدل حروب الجيل الرابع، وادي المجلة بتتكلم قدامك عن نفس الكلام من 2010.
مواجهة الإرهاب عمرها ما هتتحل بالطرق الأمنية لوحدها، لازم يكون في توعية كبيرة، وزي ما بيتقال ميك نويز، اعمل دوشة في كل حتة، زي ما هم عاملين دوشة في كل حتة، بدل ما تعمل إعلانات محدش بيتفرج عليها، تواجد في السوشيال ميديا واعمل إعلانات تستهدف الناس اللي بتتفرج على المواد الإرهابية. ما تستهدفش الإرهابي لأن ده خلاص انتهى، مفيش منه أمل، لكن عندك شباب كتير ممكن يكونوا ضحية بسهولة بسبب التكنولوجيا والمشاكل اللي هم عايشينها، هم دول اللي لازم تستهدفهم بحملات توعية ولازم تكون موجهة وعارف أنت بتعمل إيه، بغض النظر إن الأمريكان أساساً بيساهموا في نشر الإرهاب حتى على الإنترنت، لكن هم عاملين مبادرة على السوشيال ميديا كدعاية مضادة. ياريت نتعلم من الفكر على الأقل ونفهم إن الفكر محتاج يحارب بالفكر أولاً مش بأي حاجة تانية. شوف مثلاً الإعلان ده، من وجهة نظر المتواضعة الإعلام مش معمول باحترافية إعلانات داعش وغسيل المخ بتاعهم للشباب، لكن من وجهة نظري برضو الأمريكان قصدين ده طبعا، لأنهم لو عايزين يعملوا بجد هيعملوا، إنما هي مبادرة في شينك شو، يعني منظر، يعني قدام العالم والله إحنا بنحارب الإرهاب حتى على الإنترنت. شوف الإعلان ده كمان علشان تعرف قصدي. بالذمة دي إعلانات ولا دي بروباجندا؟ شوف بقى البروباجندا اللي على حق. جمع الطغاة ونمحو عن الكون ليل الظلام فيبزغ في الكون فجر جديد. رسالة للمسؤولين ومنظمات المجتمع المدني والحكومة والأزهر، البروباجندا تواجه بالبروباجندا والفكر يواجه بالفكر، ومن حمل السلاح يواجه بالسلاح. استنونا في حلقة جديدة وتيك توك على القاهرة والناس.